الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، خلق العالم فلا يحتاج إليه، ولا يحل فيه ولا يسكنه، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، مهما تصورت ببالك فصفات الله لا تشبه ذلك، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا أبا القاسم يا محمد، أنت طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها، الصلاة والسلام عليك وعلى كل رسول أرسله الله. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه. وحديثنا في هذه الخطبة إن شاء الله عن عيسى المسيح عليه الصلاة وعلى نبينا والسلام. الله تبارك وتعالى خرق العادة بولادة عيسى من غير أب، وهذا عجيب، وهذا بخلاف عادة البشر، ولكن الأعجب آدم خلق من غير أب وأم، وحواء عليها السلام الولية الصالحة خلقت من غير أب وأم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل امتحانا للسيدة مريم التي هي أزكى وأعلى وأفضل امرأة الصديقة الولية الصالحة، فتحملت أذى الناس وصبرت على هذا البلاء، هذا امتحان هي تحملت، وبعض الناس والعياذ بالله انفتنوا، وبعض الناس ازدادوا إيمانا. فنسمع قصة السيدة مريم بحملها بسيدنا عيسى عليه السلام، حيث يقول ربنا عز من قائل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هي كانت في بيت المقدس، كانت تخدم المسجد، لأن أمها نذرتها حين كانت في بطنها، ظنتها ذكرا فكانت أنثى، فوضعتها في المسجد، وتكفلها نبي الله زكريا عليه السلام، ورباها ونبتت نباتا حسنا، وكانت تقية ورعة ولية صالحة صديقة، لكن ليست نبية، ما في النساء نبية. الله جعل السيدة مريم تذهب إلى مكان بعيد عن بيت المقدس، فولدت في بيت لحم. عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم وليس في بيت المقدس، هو قريب، لكنها انتبذت أي ذهبت، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا،
جاء سيدنا جبريل والذي هو روح القدس، الروح الطاهر، الروح المشرف عند الله. ولا يعني أن الله روح، ولا يسمى الله روحا، ولا يقال عن الله روح. ثم جاءها يبشرها بحملها بسيدنا عيسى عليه السلام، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تخاف الله فلن تؤذيني، سيحفظني الله من شرك إن كنت تقيا، أي لن تفعل الحرام. هي ما عرفته في بادئ الأمر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال لأهب لك، من الذي يهب الناس الذكور والبنات؟ الله. كيف يقول جبريل لأهب لك؟ لأنه سبب. فإذا أنا قصدت وليا أو نبيا بطلب البركة، أنا أطلب ممن؟ من الله الخالق. هو قال لها لأهب لك، ومراده أنه سبب. وكيف التوسل يقال فيه شرك والعياذ بالله؟ فإننا نعتقد في الأولياء وفي الأنبياء أنهم أسباب، والله خالق الأسباب والمسببات. قالت أنى يكون لي هذا، أنى يكون لي غلام، كيف بيكون عندي ولد ولم يمسسني بشر، لا هي متزوجة ولم أك بغيا ولم تكن زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فالله لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير. ولنجعله آية للناس، عبرة ورحمة منا، كل أنبياء الله رحمنا الله بهم، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ذهبت إلى بيت لحم، وهناك جاءها المخاض إلى جذع النخلة، فالله تعالى جعلها تلجأ إلى شجرة نخل مقطوعة يابسة لا ثمار فيها، خرق الله لها العادة، فنزل عليها منها الرطب، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها، أي جبريل، من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، جعل لها نهرا صغيرا ساقيا من ماء طيب عذب تشرب منه وتأكل من الرطب. وهزي إليك بجذع النخلة، يبسي نخلة مقطوعة ما فيها ثمار ولا أوراق، تساقط عليك رطبا جنيا. هذا من باب خرق العادة، كرامة لها وإكراما للمولود الذي في بطنها عليهما السلام. فكلي واشربي وقري عينا، افرحي، فإما ترين من البشر أحدا. إذا رجعت بالولد وسألوك عن هذا الحمل من أين لك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. كان بجوز لهم ينوا الصيام عن الكلام، أما نحن بشريعات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز، هذا خاص كان في أمتهم. فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما رجعت إلى قومها وهي تحمل الولد وليست متزوجة، فهنا بدأ الناس يتهمونها ويؤذونها بالكلام. قال الله تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جئت فاحشة، شيئا فيه كذب، كيف هذا؟
كيف تحملين الولد؟ من أين لك؟ يا أخت هارون، ليس نبي الله هارون أخ موسى، هذا هارون كان في زمانها رجل من الصالحين معروف بالصلاح، يعني بنعرفك أنت تقية صالحة، من ولك هالولد؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هنا لم تتكلم، ماذا حصل؟ أشارت إليه أن كلموه. فخلق الله العادة أن تكلم عيسى عليه السلام في المهد صبيا. أنطقه الذي أنطق كل شيء، الذي هو خالق كل شيء. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. الله الله، ما قال أنا الله ولا ابن الله ولا جزء من الله ولا تركبت في الله أو حللت فيه أو حل فيا، لأن الله لم يلد ولم يولد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، الإنجيل، أي سيأتي، سينزل علي الإنجيل الصحيح. وما قال وجعلني نبيا، يعني سأنبأ. وجعلني مباركا أينما كنت. إذا في زوات مباركة يا أحباب، مش المبارك فقط الأرض أو الكعبة، وإنما أوقات مباركة، أجسام مباركة، أعمال مباركة. هذا ما علمنا القرآن. عيسى يقول عن نفسه خرقا للعادة، تكلم في المهد يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. رفع إلى السماء عليه السلام وكان عمره على قول بعض العلماء 120 سنة، وعلى قول 33 سنة. اختلف أهل السنة على قولين. وهو حي الآن في السماء الثانية يعيش مع الملائكة، وسينزل من علامات الساعة ويحكم بشرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الشرائع، لا شريعة بعد شرع نبينا. فينزل عليه السلام، وورد في حديث يعيش 40 عاما ويتزوج ويولد له ويزور نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسلم على النبي. قال النبي ولأردن عليه السلام، ويدفن بجوار النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم يا أحباب، نؤمن بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميعهم، ولكن نعمل بشريعة خاتمهم. أمدنا الله بأمدادهم ونفعنا ببركاتهم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه. وبما أننا نتكلم عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، الذي ما قتل وما صلب ولكن رفع إلى السماء، فإنه يروى عنه عليه السلام أنه قال: من تعلم، أي علم الدين، وعمل وعلم يدعى في السماء عظيما. سأعيد: من تعلم
وعمل وعلم يدعى في السماء عظيما. هذا مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمعيتكم المباركة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في هذه العطلة التي للمدارس والجامعات في هذا البلد بين المغرب والعشاء ابتداء من هذه الليلة بإذن الله تعالى في المساجد والمصليات في كل المحافظات اللبنانية تقيم دروساً بمذاكرة الفرض العيني بإذن الله من هذه الليلة إلى آخر ليلة من هذه السنة. ولذلك واظبوا، وهذا قبل الساعة السابعة، يعني عند الساعة السادسة تنتهي يومياً بين المغرب والعشاء، يعني لا يكون هناك منعاً للتجوال. فعليكم بهذه المجالس، مجالس النور والبركات والخيرات والأنوار والرحمات، تتذاكرون فيها تحفها الملائكة. لا تنسوا، والدال على الخير كفاعله. اجلبوا أهلكم وأحبابكم ولو كانت ماطرة، فهذا مجلس خير. اللهم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، إنا سألنا